هذه امرأة تعيش في بلاد الكفر، تزوجت من كافر فهجرها أبوها بعد أن رفضت أن تترك هذا الزوج الكافر. يقول: بقيت على اتصال ببعض أقاربها وأقاربها يسألون: هل يجب علينا أن نهجرها كما هجرها أبوها أم ماذا نصنع؟ هي مسلمة وتزوجت من كافر؟ نعم. هذا باطل، هذا باطل، لا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم لهن، فلا يجوز أن تبقى في عصمة كافر أبدا. نعم.